قال جعلت أمرا صلى الله عليه وسلم إنك على رب وواجب شرعي أويا إلى سبحانه وتعالى أي إلى أمريا وعكيسا نبينا صلى الله عليه وسلم أسجل الله أمريا جعلت أمرا صلى الله عليه وسلم إلى واجب يعني بل قلت إيمانك سواء لم استمر إلا إن محمد صلى الله عليه وسلم وجعله أن قال عيال أصحاب رسول الله جعل أنت لك أن محمد صلى الله عليه وسلم أجعل عيال إلى من أكل ما نجره جعل أنت لك أي حبك إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو جعلها ولا ليال ما لما لها كمتا على عمر بن الخطاب لو محمد صلى الله عليه وسلم وحكمها رسولك إلهي يوم أني ما كنت على واحد استوقع جعلها إلا نفطي لوي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحكمها عمرا إيمانك كما لم يستمع إيمانك لم يمشي لها ويوجه عمرا إلا أن يجعل ليس نفطرا مركز روحنا رسولك إله يوم نفطر حتى وكجعلها نبي صلى الله عليه وسلم مركز روحنا الآن يا عمر حتى يفي عتاي حتى يا إيمانك لك مسترمي الحديث أبي هريرة أي روح النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أحد كي إيمان لمهلين أحد كي إيمان لمهلين والد كساء إعارو تساء إلا تبقى أعين إلا نفتي سحيطة إنه أبيعي جعل هذا المهيد إيمان كساء الاستغناء أولى رسولك صلى الله عليه وسلم روح على دور إلى وراء ليال أولاً وإن مركز ميزانك أرسل عن جعله الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حرارة الإيمان أي عليها ستح سفاهمك إلى لها يوم إيمانك معك سألوك الدنيا إيمانك معاني الدنيا بدهور سواح ريال وإن جعل الله سبحانه وتعالى إرسلك سواء وجعل رواك سبحانه إن جعل الله سبحانه وتعالى الرسول كيس أولا ملك صحراء وعن وإنك جعل ولا ليال أصحاب رسول الله سيدي أجعل أيام محمد صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أيام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مركز روحنا يا رسول الله متى الساعة رسولك إلهي يوم سعد قيامة قرية عيسى نبي صلى الله عليه وسلم مركز روح قرى حدود يا ستي مركز روح لا مد يا ستي سعد فرملا صوم فرملا عباد فرملا ولكني أحب الله ورسوله لكن أيضا أحب الله الله ورسولك إساء نبي صلى الله عليه وسلم رملا المرء مع من أحب قف وقفك وجعلها هي أي معك سنقل دولا الجنان بيان وما لنت قيامها بيان قف وقفك وجعلها هي هذا سالح انت جعشها هي أو بيان أرجعشها هي أصحاب رسول الله لك ولسان أرجعشها هي ما لنت قيامها معك وسامعين وطاعم عبد الخل إساء هي لا أي مركز درجوه هي تفل إساء
ada jahsha idatka urhul ada jahsha idatka alwa asira malta qiyawaha bi'idu laya lukul gulta on nafta yadlaqisa sorak maka khubra bakhutku ija'ayahay alu'mi'isu lukul ya malta qiyawaha إن صلى الله عليه وسلم بشار الرسي المرء مع من أحب أوفى المخفك جعل يهي وعيس القرى يا مالة قيامة أركي وبرسك وسرع بل حب النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله صلى الله عليه وسلم أن جعلانه وعن كهرية أعيى للنبي صلى الله عليه وسلم لعيالة إدريتالة الله صلى الله عليه وسلم ولا ريال هذا دون يا نبي صلى الله عليه وسلم إن جعلنا وأن ولينا وأن تعظيم له قلبي لنكوننا له إن انتفاع له إن أدرك له نوعه صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صحابيتي الفرقان أيما لما نحكم تنوعه صلى الله عليه وسلم وماضي مركز روح على رسولك إلى أيوب ربو السلامي أي النبي صلى الله عليه وسلم توكل روحه على كي يسقدري نوش كيسا ويتي كيسا جيب كيسا مكا سوحو كلا يا ثوبان حكو بدري مكا سوح على رسولك إلهي يعني تعليقا كافي كريا وكو حسوسايا مكا كو حسوسا وصلحيا عديقا كو إيمانيا ويتي ليلايا لكيا هذا كان معاً أنا الإنسانية قلت لأن في إسرائيا قلبي يقولوني فرعد أن ترمي وحلوني إلى مركز جلد أقول أحجر لكن واحد كفكرية ومركز كفكرية سوري بدري أريد أن أبني مرتب أريد أن أبني مرتب أريد أن أعتني سادنا جلد تنعو السبعي سؤال بيها من درجة أبوس سوى أن تعقل ودرجة أبي لا سوى درجة أبي لا واحد كسي سريو درجة محمد صلى الله عليه وسلم هذه جملة عاملة وإلهي جلالة إيجابيو أمين أي أبينا يسكو درجة مني أمين درجة هو درجة أبي لا حاك فكرة يا فأنت قيامها إنه قد كوايو ولا يمكن أثير نساء حيساء إجعلت نوعه صلى الله عليه وسلم أخرى هلك أمالي هلك أرسه تريه بل فيه من تحرقي الله جمع تعيشها تبتلي عدو إلى مدسو عدو إلى تعالى تكتو وعدك سكو مدسو نوعه صلى الله عليه وسلم جعلنا جعشاي حسنا أقوى حسنا من يقع أنت أبقى قولي من يقع جدا لأمدر يوم وصف الشيء مايا صلاة مايا سوى أصحاب رسول الله صحابيا وحجر كيسا إقام كيسا وسكو بداي جعلك الله رحمه صلى الله عليه وسلم أوقف إله سبحانه وتعالى ورسول الجي ومن يطع الله ورسوله لا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يا سبحانه وتعالى آيات لم يصدق ومن يطع الله وفي الله اطيعه يا رسول كيسا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والله رسول كيسا اطيع الله رسول كيسا جعلنا ما أنت قيامها وهم يعبد القرية مع النبيين أنبياء والصديقين يا صديقين يا الشهداء يا شهداء يا الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى ركوها لي
درجات سموه ركوح لي جعل كلامه صلى الله عليه وسلم وتعالى وعلى ليالي سمك عليه جعل كلامه صلى الله عليه وسلم سحابة يلقى من فرض الله سحابي لي زيد بن التثل عيا روح على روح ابتي دقال كم يستاذ دقال لها سلمون تاي دقال العين وحكى عن توقعي أبو سفيان عبد العلام أبو سفيان يا كعتوب العين يسكر أي وعا بردى سوق ابتي عقود عيزيرو صحابي وعرابية والعقابية معلومة كل عين الذي يوم أبي لي سالا يا الله بس هذا عجل تكوي عجل مولد إلى الله صلى الله عليه وسلم عليك يقول إلى بأس جولدت وصحابي وعلى سوق أمسي أمسي يكجر وعلى إقابية وعلى عرابية وعلى الدية جوابت أبحي لإساء صحابي يروح لأي بس هذا عجل سلعي نوم عبد صلى الله عليه وسلم أصبر لي سجودة طائل إنه دعيت من أمر دين الله والأمر متى علي ولا ربي وزا علي أن جوي سبعي أصبر لي سجودة وحي من إقامته أما أي مدر سحابي ذا سجعال إنت لك أي أخرى نوم عبد صلى الله عليه وسلم سعاد رسول الله سيدة سيهاين أولو رسول الله عليه وسلم مفتر حتى يقجع العين إن رأى أبيهي عند أبكي أحد تقبل يا أبو أبا أصحاب رسول الله كوينة تقبل يا أبوتي لأنك يا نصر الأبطو عانا وعي هاتي التي تبقى يا أبو أبتكي حركة ذاتكي وعي كورتكي أولو رسول الله عليه وسلم أصحاب دي سيدة أبكي كيمالي عيدا عيدا البحري كتبت على وحي الى من عباها من تعالى لولا بيبي وش الفيديو فقال سوائل ما فعل رسول الله ورسولك الى اي يوم اقرعي ورسولك على رب البالي شهيدين الكوميسي وعقل ونقل ولم يغل شيء ويصدق على هذه الأساس عند خوف التأثيرية عليا يا أبايا إحاس على محلية العفل يمين على يعرف على وشهدين ويقول العلم زي قطع على رسول الله رسولك على الرحاق العين أو رسولك إلهي رسولك عاري رسولك محمد قل علي هذه يرى وقبر وهبيني ومتى سيدنا صلى الله عليه وسلم أنت عاش هاي تعالى رسولك من كريم أنت عاش مفتلا عبهلا مبتلا يعرفتلا إلا رمى صلى الله عليه وسلم أي عمتو من نبيل سي وقى سيدنا محمد أنك في عمت هاي رمى صلى الله عليه وسلم يجي سوى في ريسا وقال سواهي تري وسيوكا تربعو عبيل إلي وحبوك عامة جفتو وسيوين كلا وعبيل إلي لديك وحبوك عامة وسيو ومتى سيوين معه وسيو إسكفو البيت لكن عبيل إلي وحبوك عامة هيا وسيو ملع يشو حيكو ويسي من كلا عبيل إلي وحبوك عامة إلي وحبوك عامة لكن روح قبل أي تعلم وأي تفكر إن سيد الوحدة على الله صلى الله عليه وسلم رسالة سبوك على يوم أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدو كلا أصحاب قليل لهم طلح ابن عبيد الله لأبي أرد أصحاب طعي عرب يوم لأبي أرد أصحاب طعي عرب يوم إذا تنفر بما يسوك أنت
أصحاب فربنا يقول لو محمد صلى الله عليه وسلم عسل أركانيا إلى تقالمي وحاوصوا على أركانيا سحابيك لي وردنا حد معنيت الله يسحابيك لك يسحابي ربنا سيء أن نردك لك بل هو حسوي بل هو حسوي لو محمد صلى الله عليه وسلم أنت تشكى قوي أي لو محمد صلى الله عليه وسلم سكتون قال له أنا من الله صلى الله عليه وسلم إلى إنتيان يبقى استعيشون توران أصلا أقول عي وما البناء أصلا يسكتك عن العمائية عن العمائية إلى الله صلى الله عليه وسلم أصحابك يسون مبتن وأصحابك إلى العلمين أصلا سيقول البناء سعبي إذا لا سيلوش وقول إنت الأصول أفتقد عيسى يا روح العي إلى سبحانه وتعالى أبتساء وحده الطاعة لما يلو لما صلى الله عليه وسلم يذكر أي جولة التي لم تلو تفتي ويك بحري قال حيا صاحي لما صلى الله عليه وسلم وحي ويدمت وحقوة جديد جلو وقال عليه ورحمة الله وكي دمت سحبه هاي الوام عربي وكي شهيد كاها الله بل في سنه وجعنا لهم يوصل على سنه سنه سحابين الى لهم ابو بكر الصديق وهو اها منك او كينيا او زيد وجعنا لهم يوصل على الله عليه وسلم تعالى ما هدوك كلي الا على سيرتي سواك الى اخر يوم او بكر وهو السميع وفي المساء فمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الالهين وانت زيدوك عند احتلال وبكر قد كاسر هو وريدي وبكر سفيرنا يوحد الجنعي وعندي قد كاسا علينا وعندي سعيا وبكر وعندي سفيرنا يوحد الوشق يا أي إلا على قد صاعي وكتب كسيرنا كهر ليال لقدس الصاعي قد سألقا إلي نوع صلى الله عليه وسلم أنت سألقك فهو دين يا إنه مدنة تطلعي وحد سريا حول دنيا marka sayyidina ay ka soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam quraan uu sallallahu alayhi wasallam markaas uu kala baxay waxa uu qoray markaas uu sheegay taariikhan waxay u salaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala afaar usiin balanki wadada ay soo socdeen oo waxa uu xusay jiray marka dad uu aya uu ka aya nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu ka aya marka ay uu ka aya nabiga sallallahu alayhi wasallam marka salaaha uu ka aya لكن مدينة الله باري تشيس عن وقوق عمي أو بكر الصديق لو محمد صلى الله عليه وسلم لقيه صورة لأيات دي العوال يعني أرجع إلى بكر الصديق لو محمد صلى الله عليه وسلم بل أصحاب رسول الله لو محمد صلى الله عليه وسلم نفطر ويكتع العين بل من أبيه جاء عروة إلى سعود وقوم تعالى ويأشى أن وكا قريش وهو بيها حين الحديبية لو محمد صلى الله عليه وسلم ورعي كعبد المطر ونصر من يسوع ويد الدين فقد سألنا على يسوع الدين ولا تلوح صلى الله عليه وسلم ورعي أين الدين ونصرني كعبد يا نصر كعبد هذا أليه الدين كفار قريش وهذا الدين معي أين فرق الله يا نصر فقد سألنا معي كفار قريش المطر ورعي ninka u tagay boqoradaha aan loo arkay boqortooyadaa dadka boqorada aan loo arkay laakiin ninka sida dadkiisa ay u jecelyihin asxaabtiisa ay u jecelyihin mili ba arkay cantur ma tufo ilaa canturta waxay ku dhacdaa asxaabtiisa way ka arkaysanayaa nabaasaas biyaha uu kuli saqaalanayo dhulka ma dhacan way ka arkaysanayaan asxaabta rasuulillah
waxaad sawiraya rasuulka ilaahay ow adigii waxaa jirtay mar kasta waxaasayga dabcaay haysaa. markaasaa rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku dhahay fayso. markaasu wuxuu dhahay ninkaan jacayl anigu uu jecel yahay oo aniga intifaacayo ayaa xaaskiisa darteeda ugu diray nabigu sala allahu caleyh wasalam uu ducayay jecel markaasu ugu jeclaa nabigu sala alay wasalam. marka maanta anaga jecelka nabigeena sala allahu caleyh wasalam ayaa qalbigeeni ka baxay nabigu sala allahu caleyh wasalam jecelkiisa qalbigeena kuma jiro, waayo qalbigeena haduu ku jiri lahaa wuxuu asaga dhaawaya ayaa sabayn lahay, wuxuu asaga dhaawaya iska dayn lahay. maanta dhan kuxiin waxaa lagu akrinayaa qaala rasuul ullaahi sala allahu caleyh wasalam qalbi intaa la samayso wuu iska dhaqaaqaya. qaala tacaala wuu iska socdaa, qalbiga kuma jiro, qalbigii waa madoobaaday. maanta kan haddaad ku adkula akriso qaala tacaala in qaala rasuul ullah qalbigiisa ayaa xiran xamadaye waxaa la doonaya ilaahi subxaana watacaala waxaa lagu weydiisanayaa saxaabada nabi sala allahu caleyh wasalam qalbigii allah aybayo dadka raacay sunadiisa oo rumeeyey nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam ilaaha ala adigo nabi maxamed sal alla wasalam jacaylkiisa waxaa ku kaanayaa jannada ayay darajoonkaasi ugu sibaysaa aan ku dilaayo insha allah.